الذين يواجهون الأمة الإسلامية الآن ينقسمون إلى مجموعات. مجموعة أولا فكرية، وعندما أقول فكرية لها منطق ولها جدل فكري. مجموعة غوغائية لا فكر لها ولا منطق لها. والغوغائية لا يمكن ردها بالمنطق لأنها لا تسلم بأي قاعدة. وهي مثل لا أعرف هذا التعريف، حجر الفار، أنه كلما انتقلنا إلى حجرة انتقل إلى حجرة أخرى. نعم، المراوغة. فلا يمكن أن نواجههم بالمنطق أبدا. كيف نواجههم؟ الشد بالعنف. شد.